للمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور عبد المهدي مطاوع، الكاتب والباحث السياسي الفلسطيني. دكتور عبد المهدي، أهلا بك إلى هذه الفترة من التغطية، ونتحدث عن القصف الذي استهدف منزلين في رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة. ما الذي تريد إسرائيل أصلا نقاشه مع الولايات المتحدة في الزيارة الملغاة لواشنطن عقب امتناع تصويت الولايات المتحدة عن قرار الأمم المتحدة حول اجتياح رفح؟ ما دام هناك قصف، ما الذي تريد إسرائيل طرحه على الولايات المتحدة؟ يعني هناك وفدين كان من المفترض أن يزور إسرائيل الولايات المتحدة لمناقشة حسب المعلن هذا الموضوع. أحدهم وفد يضم هنجبي ودريمر، وهم أعتقد أنهم الذراع الأيمن لنتنياهو، لكن الزيارة الأهم هي زيارة جالانت وزير الدفاع ولقاء نظرائه في الولايات المتحدة. وهذه الزيارة قائمة وحدثت، وفعلا حسب التصريحات ناقشت أو طرحت فيها وجهات النظر الأمريكية فيما يتعلق برؤية الإدارة الأمريكية للتعاطي مع مدينة رفح. الإدارة الأمريكية رؤيتها تتلخص بأنه لا داعي لاجتياح واسع وكبير دون تأمين المدنيين، إضافة إلى تقديم بدائل للإسرائيليين في لتحقيق أهدافهم دون أن تكون هناك مجازر واسعة. هذا ما تم إعلانه. نعم دكتور عبد المهدي، يعني أقصد يعني ما الفرق بين الاجتياح والقصف الموجود حاليا؟ هناك قصف فعلي على المدينة. أولا يعني الاجتياح استخدم في أسلحة متعددة في نفس التوقيت ولا يتاح فيه أي تحرك. القصف هو الذي يحدث الآن ربما يختلف قليلا عن حتى القصف في بدايات الحرب، وهي الأحزمة النارية التي كانت تستهدف مربعات كاملة، لكن في النهاية كله قتل للفلسطينيين للنساء والأطفال، وقتل غير مبرر ولا توجد له حماية في القانون الدولي، ومخالف تماما لهذا القانون الدولي. وهذا دأب الاحتلال وإجرامه، وفي النهاية يستهدف الشعب الفلسطيني برغم ادعائه أنه يستهدف عناصر عسكرية أو لها علاقة بعمل عسكري، لكن هو في الحقيقة يستهدف الإنسان الفلسطيني، يستهدف وجوده على هذه الأرض، ولذلك هو يمعن في قتله ويمعن في الوسائل التي يقوم بقتله فيها. نعم، صوتت 14 دولة من أصل 15 على قرار مجلس الأمن الذي يقتضي وقف إطلاق النار في شهر رمضان المبارك، والذي لم يتبقى منه سوى أقل من أسبوعين. امتناع الولايات المتحدة عن التصويت لهذا القرار، ما الذي يعنيه هذا الامتناع؟ يعني برأيي هو يستهدف هدفين أساسيين. هدف داخلي في الولايات المتحدة، الإدارة الأمريكية تواجه مشكلة لدى الأقليات العربية والمسلمة في الانتخابات الموجودة بسبب سلبيتها ودعمها اللامحدود إسرائيل، لذلك امتنعت عن التصويت لتمرير هذا القرار. السبب الآخر هو تشبه قرصة الأذن بالنسبة لنتنياهو حتى لا يستمر في طريقته في التعاطي مع مفاوضات الهدنة أو صفقة الهدنة. الأمر الثالث هو أيضا تقديم أو غسل صورة الولايات المتحدة أمام الإعلام العالمي بعد إفشال 4 مرات قرارات تتعلق بمجلس الأمن، ورغم أننا جميعا نعلم أن هذا القرار شكليا وحتى مضمونا لم يرقى إلى المستوى الذي يحتاجه الوضع فعليا في فلسطين. نعم دكتور عبد المهدي، يعني دائما أو كان دأب الولايات المتحدة دائما هو استخدام حق النقض الفيتو
داخل ساحات مجلس الأمن. امتناعها عن التصويت أو امتناعها عن التصويت في هذه المرة، هل يعني أن هناك تغير في السياسات الأمريكية تجاه إسرائيل؟ لا، أعتقد أن هناك تغير جذري، وكل ما يحدث هو جزء من خدمة مصالح الطرفين. طالما لم يصدر قرار من مجلس الأمن بالوقف الدائم بصيغة واضحة وإنهاء هذه الأمر، لا يوجد تغير في الموقف مع الولايات المتحدة. ما زالت الولايات المتحدة تحمي أهداف إسرائيل وتتفق معها، ولكن هناك اختلافات في التكتيكات وطريقة التنفيذ، لا خلاف على الهدف الأساسي والرئيسي. وحتى الآن برغم أن بعض المراقبين يقولون أنه هناك هذا قرار يشير إلى خلاف، وأنا كما قلت هو خلاف تكتيكي وليس استراتيجي، هو نوع من الضغط على نتنياهو كنتنياهو وليس تضحية بمصالح إسرائيل مع الولايات المتحدة. نعم، يعني هذا الخلاف المعلن بين الولايات المتحدة والذي برهن عليه إلغاء الزيارة أو زيارة الوفد الإسرائيلي إلى واشنطن لبحث اجتياح رفح، حضرتك شايف أن هذا الخلاف خلاف يخدم المصالح الإسرائيلية أكثر منه من وقف إطلاق النار؟ نعم، أولا يعني أنا هناك كما أشرت في البداية وفدين وليس وفد واحد. نعم نعم، ولكن الوفد الآخر موجود بالفعل في واشنطن، وهو ولكن الممثل لهذا الوفد يعني يعتبر من ألد أعداء نتنياهو إنجاز التعبير. خلينا الوفد الذي تم إلغاء زيارته هو المحسوب على نتنياهو. صحيح. أي أن الولايات المتحدة والإلغاء جاء من نتنياهو، وهذا يشير إلى حجم المشكلة بين نتنياهو شخصيا وبين الإدارة الأمريكية. جالنت برغم خلافاته مع نتنياهو إلى أنه وزير الدفاع في حكومته ومن نفس الحزب الذي يرأسه نتنياهو، وجالنت يمثل المؤسسة العسكرية التي تتفق بالمناسبة، حتى برغم خلاف جالنت مع نتنياهو تتفق معه في أنه يجب أن تستمر العملية وتتوسع في رفح وليس كما تريد الإدارة الأمريكية. لذلك يعني أنا لا أرى أن هناك خلافا سيؤثر على استراتيجية العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل. نعم، ولكن حضرتك أشرت أنه هناك خلاف من نتنياهو أو بين نتنياهو والإدارة الأمريكية، ألا يمكن استغلال هذا الخلاف لحل الوضع في الشرق الأوسط؟ لم يصل إلى الدرجة إلى هذه الدرجة حتى الآن، إضافة إلى أن الولايات المتحدة والإدارة الأمريكية برغم قدرة يعني الإمكانيات الموجودة في الولايات المتحدة للضغط على إسرائيل حتى الآن لم تستخدم إمكانية واحدة، إضافة إلى أن الإدارة الأمريكية في وضع انتخابي أيضا تحتاج إلى ألا تخسر اللوبي الصهيوني الموجود بالولايات المتحدة، وهذه العلاقات مهمة. وكلنا يعلم أن نتنياهو من الوزراء من رؤساء الوزراء القليلين الذين حكموا في إسرائيل الذي يمتاز بتغلغله في لماذا امتنعت أمريكا عن التصويت إذن ضد القرار كعادتها؟ الرسالة من الإدارة الأمريكية للمجتمع الإسرائيلي ولنتنياهو أنه يجب أن يتسوق مع أفكارها التي تتعلق باليوم التالي للحرب وفي بعض التكتيكات التي تتعلق بالحرب وليس في أهداف. يعني مزيد من التوضيح، بمعنى إسرائيل الولايات المتحدة حتى إذا تبعنا التصريحات بعد القرار، الولايات المتحدة تتفق مع إسرائيل على أنه يجب القضاء وإنهاء حماس في قطاع غزة كشكل حكومي وكشكل عسكري والفلسطينية. الولايات المتحدة تتفق مع إسرائيل على أنه يجب أن لا يكون دور في اليوم التالي للحرب لكل من شارك في يوم 7 أكتوبر. الولايات المتحدة وإسرائيل تتفق تماما على الشكل الذي يجب أن يكون عليه
هذه الحرب والدليل امتداد السلاح التي لم تتوقف أكثر من 100 يوم طوال الحرب. الولايات المتحدة وإسرائيل تختلفان في تفصيلة أخرى وهي كيفية تنفيذ هذه الأهداف فقط في مدينة رفح. لم يحدث هذا الخلاف في منذ بدايات الحرب لأسباب كثيرة تتعلق بأهمية مدينة رفح وأنها مدينة حدودية وقد تؤثر على العلاقات مع مصر وأسباب كثيرة أخرى. الأمر الآخر تتفق الولايات المتحدة حتى في موضوع المساعدة برغم إعلانها عدة مرات وطلبها من إسرائيل أن تقوم بزيادة الشحنات التي تدخل وأن تخفف من قبضتها إلا أنها تساوقت معها في مشروع الميناء المؤقت الذي يتم تجهيزه في قطاع غزة والذي في الظاهر إعلان الهدف منه هو زيادة شاحنات المساعدات ولكن هو في الحقيقة له هدف آخر في المستقبل في اليوم التالي للحرب لتسهيل تهجير الفلسطينيين برغم أن الإدارة الأمريكية نفسها تعلن أنها ضد هذه العملية. بالتالي في هناك على الأرض صراعات تتفق تماما الإدارة الأمريكية فيما إسرائيل بالرغم إعلانها عكس هذا الكلام في الإعلام. لماذا هذا الالتواء وعدم الوضوح في السياسة الأمريكية؟ لماذا تعلن ما يخالف باطنها؟ لأنه ما يحدث في غزة هو جزء من مشروع كبير وليس فقط مجرد بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وبسبب ما حدث يوم 7 أكتوبر إسرائيل أخرجت من الأدراج مخطط مهم. هذا المخطط هو جزء مما كانت تحلم أن تنفذه ضد الفلسطينيين منذ عام 48 إلى اليوم. هناك أكثر من عدد الفلسطينيين الموجودين في فلسطين التاريخية أكبر بكثير من عدد اليهود وإسرائيل تعتبر أن هذا نصرا غير مكتمل بحربها في 48 وأن يجب أن تتخلص أو يتغير الوضع الديموغرافي حتى أيضا أن تستطيع أن تفرض رؤيتها لشكل السلام والعلاقة مع الفلسطينيين. لذلك يجب أن تتخلص من هذا الوضع الديموغرافي. هذه الحرب استهدفت مقومات الحياة في فلسطين بهدف تحويل غزة إلى مكان لا يمكن الحياة فيه في اليوم التالي للحرب وهذا سيشجع كل الأفكار التي تتعلق سواء بالهجرة أو الذهاب للخارج للبحث عن عمل بأي شكل تحت أي مسمى من المسميات. في النهاية تغيير الوضع الديموغرافي في قطاع غزة وهذا ما نشهده فعليا على الأرض وإقامة حواجز في منتصف قطاع غزة وشق طريق من الشرق إلى الغرب وتغيير الوضع الديموغرافي وقامت مواقع دائمة لا توجد مؤشر على أنها مؤقتة. هذا يدل أن هناك احتلال مستمر فيما بعد قد يستمر لعدة سنوات. يعني حضرتك شايف أنه ذريعة أو العلة التي تعلنها إسرائيل وهي الرغبة في القضاء على الحماس بصفتها منظمة إرهابية ما هو إلا ذريعة لإخفاء الهدف الحقيقي من وراء هذا العدوان وهو تغيير الوضع الديموغرافي والقضاء على أكثر عدد من الفلسطينيين رغبة في التوسع الإسرائيلي على حساب العرق الفلسطيني هناك. صحيح والدليل على ذلك أنه أكثر من دعم الانقسام وأمد بأنابيب الأكسجين لهذه الانقسام هو نتنياهو على مدار أكثر من 10 سنوات حتى أنه حمل الأموال بيديه عندما احتاجت حماس إلى هذه الأموال. هناك بالنسبة للإسرائيليين أهداف استراتيجية أهم من بعض الأهداف التكتيكية والتي قد يتغاضوا عنها وحدث تاريخيا مثل هذا عندما أغرق بن غوريون سفينة إسرائيلية يهود تمتلئ باليهود والسلاح الفتناء حتى يوحد العصابات الإسرائيلية في إطار جيش واحد قام بتفجير هذه السفينة. هذا أمر إسرائيل استخدمته على مدار فترات طويلة بالتالي لا يمكن الاستغراب من ذلك حتى لو أدى ذلك إلى قتل الإسرائيليين.
يعني هل نستطيع القول بأن إسرائيل انتهزت فرصة ما حدث يوم 7 أكتوبر لتنفيذ هذا المخطط؟ بالتأكيد، لأن حجم الرد وطريقة الرد واستهداف المدنيين ومسح مربعات سكنية وأربع مقومات للحياة تم استهدافها بشكل كامل، الصحة، التعليم، السكن، الاقتصاد، لا بالتأكيد من يستهدف هذه المقومات بهذه الطريقة هو ليس القضاء على أفراد معينين أو حتى اغتيال قيادات معينة في مساحة صغيرة جدا لا تتجاوز 365 كيلو متر مربع. هذا الكم من القذائف، هذا الكم من السلاح، وهذا الكم من الضرب، والوقت الطويل من مد الحرب التي وصلنا في الشهر السادس، بالتأكيد هذا الهدف ليس له علاقة بأي هزيمة عسكرية لأي أحد. الدكتور عبد المهدي مطاوع، الكاتب والباحث السياسي الفلسطيني، بتوجه لحضرتك بجزيل الشكر.